الإحصائيات كتقول لك أن 37% في النساء في الإدارة العمومية والجماعات الترابية بدون زواج تفقد وسنهم كلهم أكثر من 24 سنة. تقول أن معدل الزواج في المغرب ارتفع وهذه إحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط ماشي ديال جميلة المسلم. ارتفاع نسبة سن الزواج سن الزواج ارتفعت سواء في القرى وسواء في المدن. إذا المشكل الحقيقي هو أن عندنا يعني مشكل في الزواج. مشكل آخر هو عندنا بعض الضواحي في القرى بالنسبة لهم البنت ديال 18 سنة فاتها القطار كما قال صاحبنا اليمني يعني فاتت. إذا أنا أمام مجتمع هذاك الأب ما عندوش مدرسة باش يصيفط ديك البنت ما عندهاش فين تخدم هو أكثر من ذلك ما عندوش باش يوكلها. فملي كيجي عند القاضي وهذا الشيء حكاو لنا مجموعة القضاة اليوم في العالم القرار كيقول لك كيجي عندي الأب كنقول له ما غتزوجش هذه البنت هذه بنت باقا صغيرة ما تزوجهاش. اش كيدير الأب؟ قال لك كيمشي كيزوجها بالفتحة لأن كيقول له شوف أسيدي أنا عندي خمسة في الدار ما عندي ما نوكلهم. إذا المشكل هو راه ماشي مشكل عادي باش نجيو نقولوا لا كاين استثناءات نوقفوا الاستثناءات. ماذا أعددنا لإيقاف هذه الاستثناءات؟ أنا متفقة أن هذه الفتيات راه ماشي في سن يتحملوا المسؤولية. لسنا في سن لتحمل المسؤولية ولكن بعض المرات كتلقى حتى الشاب اللي غيتزوج بها قدها ولا ضرب منها بشهر ولا بشهرين. هو مشكل عميق جدا يحتاج إلى تحليل سوسيولوجي وإلى إمكانات اقتصادية باش نفكوه.